اليوم نحكي على التصريحات الاخيره اللي دعاها فيها رشد غنوش الحرب اهليه في بلادنا، وقال بحرف الواحد، قال تونس بدون اسلام سياسي يعني حرب اهليه. بعد التصريحات هذه تم ايقافه معناتها من طرف النيابه العموميه وتوقف. رايك في ذلك؟ توقف طوف في العوينه، ان شاء الله ما عادش يخرج جمله تفصيل، ان شاء الله يبقى غاد. يا رب يا امين يا رب العالمين، ان شاء الله ديما يبقى غاد. احسن قال يتكلم خويا، نحب نقول كلمه بجاه ربي هذا، بجاه ربي بجاه ربي اخذوا لك المساجين في الحبس، بجاه ربي رحموهم بالعفو، بجاه ربي انا واحد من الناس كنت سجين، بجاه ربي يرحمك السجان. راشد الغنوش وعدهم في الثوره ما مل لهم حتى شيء، فهمت؟ هاوك ربي طاح فيهم ومشي بحذا اخواتنا. اسمع نحن اعطينا فيها من الثقه، راشد الغنوش اعطينا الثقه، اعطينا الثقه في النهضه ضاوا علينا. اجي اسالني على راشد الغنوش، نحن اعطينا فيها من الثقه. نحن راشد الغنوش الرسول في المرقيه بلش بالله، بس بيتكم سايبونا اخويا، واحد لابس قميص يمشي يسلي ما خلوش يسلي. راك يا ملومه وين ماش؟ وين جاي صحايب؟ واحد لابس قميص ومش حابب يمشي يمشي يا كبران. بجارب بيز در بلاصه جارب يا دوليا مظلومه يا دوليا. خلي الليل القدر بالحق قاعد استجيب الدعاء لتونس الكل. هاي تسلينا منه على حومه الموروش دي. اليوم تم ايقاف رشد غنوش على خلفيه التصريحات نتاعو بعد ما دعا الحرب اهليه في بلادنا وحرض مطلع الحرب اهليه. ايش رايك؟ ثم راجل واقف في تونس خي سعيد يرحم والدي، واقف راجل بالحق. هاي والله، هاي والله تهنينا منه، حاجه تهنينا منه هذه، خاطر انسان متخل مش متخلى بالاسلام السياسي قاعد، تخلى الاسلام خبث هو. خبث جاب الخبث رشد الغنوش، كل قبل عطت فيها بتونس كل ثاق شوي، من بعديك داروا علينا، داروا على الشعب. بكري نسمع فيك قاعده تقول معناتها اليوم ليلة القدر بالحق اتحققت، اليوم عيدنا عيدين. عيد عيدنا عيدين اليوم تونس الكل، عيدنا عيدين تهنينا منه، حاجة تهنينا منه. إذا نسألك أنا على غنوشي، نحن النهضة أعطينا فيها مثيقة وداروا علينا صح؟ أنا واحد من الناس ما عندي 17 سنة حبس. واضح صاحبي برسمك خليه يستنى طوره في بلاصه كل المساجين الكل وسيبونا اخويا اعطاهم العفو فرعدوهم ما عملت لهم حتى شيء النهضه حتى في الثوره. يخلص واحد. اليوم نحكيو على ايقاف رشد غنوش على خلفيه تصريحات نتاعو اللي ادلى بها، اللي قال بالحرف الواحد تونس بدون اسلام سياسي يعني مشروع حرب اهليه. رايك في التصريحات هذه ورايك في ايقاف؟ والله انا نجم نقول لك حاجه بركه، نجم اسمع ما كنتم تحبوا تسمعوا رايي ما ما نظلموش. اسمع كل حاجه تبعوها بدقه، راهو تونس راهي على بوان فيبر، راهي تلعب، راهي ماذا بيكم مسير سواء قال ولا وقف في حاله وقوف، ماذا بيكم تحاولوا كيفاش توزنوا الكلمات نتاعو تفهموا بعضكم، خاطر ماناش ناقصين هما جايو ماناش ناقصين برشا تعب في تونس. رشد غنوش في احد التصريحات اللي ادلى بها قال بالحرف الواحد معناتها تونس بدون اسلام سياسي يعني مشروع حرب اهليه. اليوم تم ايقاف رشد غنوش تحركت النيابه العموميه عن خلفيه التصريحات اللي كنت تسمع فيها هذه، شو رايك انت؟ انا رايي حبيت اقول حاجه، اول حاجه يحيى الشعب التونسي وتوانسه متحدين، ومعكم اكسيون حلق الويد. رايي في ايقاف رشد غنوش حبيت نقول حاجه لكونه البلاد هذيا معناها مصلي على النبي، الشعب كله مع بعضه متحد ويعرفوا واش فما واش ما فماش ويعرفوا شكون يحطوا معناها بريزيدون. نحكيو على ايقاف رشد الغنوش، تم ايقاف رشد الغنوش بعد التصريحات نتاعو اللي دعا فيها الحرب اهليه في بلادنا، اليوم تحركت النيابه، اليوم تحركت النيابه العموميه وتم ايقافه، رايك؟ رايي والله ماذا بهم يسيبوش، يحاكموه يحاكموه كيف العباد. كيف ما عمل امريكا، ما نتبعوا يعني نظام امريكا، يعملوا كيف النظام الامريكي، فهمت؟ يحاكموا اللي غلط ياخذ زازازا، ولات النفذ كان على الزوار والخلاله، هاي يا بنتي الروح. اليوم القانون متبقين على الزوار؟ متبقين على الزوار، كان زوال كان عملتها انا، سرقت كان كعب عظم، هذا محاسبوني، داكور؟ اما هذاك ما يتحاسبوش، حسبهم كان ربي. تم ايقافه هو. ايه يا عدم ماله. كذا امور كذا امور حكايات. ديما تبقى الامور ديما ما نحبش نحكي في شنو صار وشنو ما صارش، خليها ديما بين امور قضاء وبين كل شيء. ان شاء الله اخوي نشوفوا ما احنا شنو اللي حاشتنا. ديما حاشتنا خير البلاد اول حاجه. وش زيدك اكثر ما يكون؟ ان شاء الله اخوي اللي كان ثم حقته ياخذوا ثم كيف فهمت؟ ابار شو زيدك؟ ايقافه في الوقت هذا سياسيا او اجتماعيا نجم نقولوا موش الوقت المناسب. كانوا نجموا ياجلوا. خاطر كما قلت انت ليلة 27 ورمضان كما نقولوا نحن عواشر وهما
وهما معناها وقفوا في ليلة القدر ويدعوا الإسلام السياسي. الله أعلم فيه شيء معناها خلفية، فيها خلفية وفيها ميساج يفهموا السياسيين. هذاك اليوم نجم نقول له معناتها بلادنا ماشية في اثنين سياحة، اليوم نجم نقول له قانون ينطبق على الكبير والصغير في بلادنا، ولا مازال بكري على الكلمة هذه؟ والله أنا لاحظت اللي بالنسبة للقانون قاعدين نحاولوا، ولا معناها الحكومة قاعدة تحاول باش تطبق القانون على الناس الكل، فهمت؟ أما يلزم المواطن، أنا ندعو معناها المواطن باش يحاول باش يتبع القانون من ناحيته، من كل واحد من شيرته يطبق القانون، والدولة والحكومة والأطراف السياسية يلزمهم يتعاونوا في الموضوع هذا باش ينهضوا بالبلاد وباش يقفوا بتونس، خاطر تونس كان باش تواصل بالطريقة هذه معناها أنا نلاحظ أنا نعيش لبرا نمشي ونجي كي نرجع نلقى معناها قاعدة ديجراداسيون، قاعدة ماهيش قاعدة تتطور في حتى شيء، قاعدة بالعكس وخر. وهذا مطلوب من المواطنين، من المجتمع، من السياسيين يكونوا معناها مع بعضهم في بوزيتيف، مش مع بعضهم كي يبداو متخالفين في قدام الشعب، ها هما ورا الابواب يبدو متفاهمين. وعلاش متفاهمين؟ هم متفاهمين على شنو؟ على مشاركتهم للسلطه تو سامبلومون. انا نتبع شويه في السياسه من الثوره وانت جاي، لاحظت اللي معناها الاحساب السياسيه معناها طموحاتها هي السياسيه بحت، ماهيش اجتماعيه، ماهيش باش تنهض بالبلاد، يحب يوصل للسلطه صحيح، اما من بعد تولي حسابات، حسب مصلحته هو يتصرف. وتصريحه بالحرف الواحد قال تونس بدون معناتها تونس بدون اسلام سياسي هي مشروع حرب اهلي، بدون اسلام سياسي هي مشروع حرب اهلي، مشروع حرب ما تنجمش تكون، خاطر كنا قبل في وقت الزين. بون انا مانيش كونتر وقت الزين كومبليتمون، خاطر كان اضطهاد وكان كل شيء، كنا عايشين في سلام، صحيح ينجم يكون مغطي. علاش؟ على خاطر السياسيين كانوا متخبين، اللي شكون مخبيهم؟ اطراف اخرى تابعه السلطه في الوقت هذاك هما اللي تصير حرب اهليه. ايش معناها؟ معناها هو يدعو حسب ظني انا، يدعو للاسلام السياسي او الاطراف نتاعو ولا اللي هما مع الغنوشي، ها يدعو اللي معاه، فهمت؟ معناها النهضويين نقولوا نحن باش يتحركوا. هذا اللي راه تحت ورا السطور، معناها هذا اللي راه. اش معناها انت تقول اللي كان الاسلام السياسي نبعدوه باش تصير حرب؟ اش معناها؟ معناها الاسلاميين ينجموا يعملوا حاجه اللي هي تشوش المجتمع وتنجم، والا انديريكت مو قاعد يدعو فيهم هما للحكايه دي. كان هذا صحيح ينجم يكون خطير وتنجم نشاطر هنا القضاء، كان هذا يكون محلين سياسيين والدوله هي تعرف، كان هذا صحيح ما خطير، كلام خطير. راشد الغنوش في احد تصريحاته نتاعو دعا الحرب اهليه وقال بحرف الواحد معناتها بدون تونس بدون اسلام سياسي يعني مشروع حرب اهليه، وبالوقت حركه النيابه العموميه وتم ايقاف. رايك في هذا؟ والله رايي بالنسبه للحرب اهليه انا ضد الكلام هذايا. الاسلام مرحبا به، احنا كنا مسلمين، كنا ندعو، فهمتي، كون الاسلام هو ديننا، لكن الكلام اللي بعده هو مخطر شوي، فهمتني؟ ان شاء الله هو يتراجع، وان شاء الله الشعب يسامحه، على خاطر الكلام هذايا اللي هو يحرض على العنصريه ويحرض على الـ على الـ على, الـ على الكراهيه ويحرض على الحرب الاهليه هذايا انا ضده، فهمتني؟ وان شاء الله يا ربي يهدينا الناس كلها، وان شاء الله رمضاننا مبروك، وان شاء الله الشعب التونسي كله بخير، وان شاء الله عيدنا مبارك سعيد، فهمتني؟ وكما قلت لك انا ضد الكراهيه وضد الكلام اللي من بعده. الاسلام مرحبا به، احنا كنا مسلمين، عاود نقولها احنا كنا مسلمين، فهمتي، لكن الكلام اللي من بعده هو اللي ماهوش في محله، ماهوش في بلاصته. احنا نحكي لهم على الاسلام السياسي، نحكي على تصريح راشد الغنوشي اللي دعا معناتها قال لك اليوم بحرف الواحد دعا الحرب اهليه في بلادنا في تونس، وقال تونس بدون اسلام سياسي يعني مشروع حرب اهليه. بتبيع بعد الكلام هذا تحركت النيابه العموميه وتم ايقاف راشد الغنوشي وهو الان موقف. هو كأيها الناس معناتها هو 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 عنصر من عنصر من الشعب التونسي، معناتها اذا كان خالف القانون تحمل مسؤوليته، واذا كان فهمتي كيما قلت لك انا ماذا بيا يتراجع على كلامه، ماذا بيا الكلام هذايا ما نحبوهوش احنا، مانيش تاع فهمتي الكراهيه ولا الاسلام سياسي وحده ولا توانسه وحدهم ولا احنا توانسه كنا توانسه،
كلنا توانسه، ما نحب ما عندناش فهمتي ما عندناش ميزه بيناتنا، سواء كنا سياسي معناته اسلامي سياسي ولا اسلامي ما غير سياسي، احنا كلنا توانسه وكا هو هذا كاش نعرف انا. بالطبيعه كلام راجع على اهله كما يقولها، احنا تونس لحمه واحده وتونس شعب واحد ما فرقنا حتى حد، احنا بطبيعتنا مسلمين. احنا بطبيعتنا مسلمين. هاك تشوف انت رمضان وتشوف كيفاش الناس كان هذا كله من اسلامنا، الحمد لله احنا مسلمين، هو مش علمنا اسلامنا مش علمنا حد دخل الاسلام، لا لا احنا مسلمين بطبيعتنا الحمد لله، هذه فطره فينا الحمد لله، احنا مسلمين الحمد لله. واللي يقول راجع عليه الانسان هذا قول راجع عليه هو، هذا هكا هو حس بالخساره وحس بالواحد بطبيعه الانسان، اي واحد يحس بالخساره يبدا ينطق على هواه. رايك اليوم اول ليله في عدايه راشد غنوشي في العوينه في الايقاف؟ يا خويا انا ما نتشمش في البشريه، احنا ما نتشمشوش في البشريه، ولكن اللي يعمل ايديه هو يتحمل مسؤوليته، هو عمل بيديه يتحمل مسؤوليته. انا ما نحبش نتشمت في حد، خاطر رمضان وواحد رمضان تسامح رمضان خير، ولكن هو يزمه يوقف عند حده.